أخبار اليوم. لكل الناس اللي بتشتكي دايما ان معظم منتجات التجميل والعناية بالبشرة سعرها عالي، النهاردة هنجيب شوية وصفات كتير جدا كلها موجودة في البيت وسعر رخيص جدا ومناسبة جدا لانواع بشرة كتير وبتعالج كتير قوي من مشاكل البشرة. تعالي نشوف. من اخطر الحاجات اللي بتأثر سلبيا على البشرة ان انا اسيب الميك اب اللي انا حطاه طول النهار وانام بيه. طب انا روحت البيت النهاردة والميك اب ريموفر بتاعي خلص ومش عارفة انضف وشي بايه، فانا ممكن استعمل الزيت اللي هو زيوت الاطفال، ببتدي اخد منها شوية في بطن ايدي وادعك ايديا كده وابتدي اعمل مساج لوشي كله في حركات دائرية واسيبه على وشي 5 دقايق، وبقطنة امسح هلاقي وشي بقى نظيفه زي الفل. وبكده يبقى انا بقى عندي ميك اب ريموفر بسعر بسيط وكمان غذى بشرتي بعد العناء اللي هي فيه طول النهار بالميك اب اللي محطوط عليه.